السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتحدث في إن شاء الله اليوم حول التمويل والاستثمار في البطولات الرياضية بشكل عام. طبعا المشهد الرقمي المتطور اللي احنا نعيشه من خلال المنصات الموجودة حاليا وقدرتها على التحليل وقدرتها على تحقيق أهداف تكتيكية في الوصول إلى المستهلك من خلال الجيل الجديد اللي ما يسمى بجيل التكنولوجيا أو جيل الرقمنة، تم من خلال أيضا وجود مؤسسات وشركات كبيرة ومعروفة، يمكن تكون في قطاع الإعلام الرياضي، وكيفية تحول هذه الشركات والقنوات المتخصصة بدءاً ب ESPN التي تم إطلاقها في عام 79 أو اليورو سبورت اللي تم إطلاقها في 89 عام 1989 طبعاً، أو في سكاي سبورتس اللي تم إطلاقها في عام 91 وصولاً إلى تكنولوجيا الهاتف المحمول الذي يتواجد في أيدي جميع شبابنا في هذه الأيام. طبعاً الاستثمار في المحتوى الرياضي يمكن يكون في هذه الأيام يعيش أزهى صوره، ومن خلال تحول مثل ما أسلفت قضية التسويق بشكل عام والتسويق الرقمي في إيجاد صيغ جديدة للمستهلك أو وصول الأخبار والإعلانات والمدونات الصوتية البودكاست والكتب الإلكترونية وكذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك من كافة الأمثلة اللي احنا نشوفها ونعيشها في هذه الأيام. ليس هناك شك أن التلفزيون لا يزال يتفوق على الأجهزة الأخرى عندما يتعلق الأمر بالرياضة، خاصة في قضية المشاهدات وقضية تطور الرعاية حقوق البث وغيرها من هذه الأوضاع للمستهلك. وطبعا تدفق البث واستمراريته على الشاشات يعني حرص المشاهد على المتابعة، وفي نفس الوقت يعني قيمة مضافة لمداخيل الرياضة وصولها إلى مستويات أعلى وأعلى وطلب أعلى أيضا. ومن بين 57% من مستخدمين الإنترنت حول العالم في تقريبا بين 31% إلى 34% يشاهدون التغطية الرياضية عبر الإنترنت، وهذا أيضا رقم مهم، عبر أجهزة يعني متنوعة، يعني نتحدث عن الأرقام يساوي تقريبا 1.43 مليار شخص يشاهد البث الرياضي عبر الإنترنت. الإنترنت نتكلم عن إذا كانت ألواح زي الآيباد وغيره أو كان على عبر الهواتف اليوم الذكية المنتشرة بشكل مستمر. ومع يمكن هذه الظروف الآن أصبحت اجتماعات رسمية تتابع وتدار ويتم المشاركة فيها عن طريق بعض البرامج مثل مايكروسوفت تيم أو الزوم من خلال أيضا الهواتف الذكية والموجودة. إذن نحن مطالبون بتغيير أفكارنا وتبني أفكار جديدة. النجاح هو في الاستدامة، في دخول المشجعين والموردين والشركاء الاستراتيجيين معنا في نفس الحقل ونفس التنظيم حتى يكونون أكثر نشاطا في قضية حرصهم على استدامة هذه البطولة وبقائها حتى نضمن النجاح. كثير من اليوم الدراسات تؤدي إلى أن مفادها أن التحول الجديد هو القادم، هو الرهان القادم، ومدى قدرتنا على استخدام تكنولوجيا جديدة وأفكار جديدة وتبني مقترحات جديدة هو الذي سيعطينا الأمل في الاستمرار وفي كيفية الاستثمار في هذا الحدث لاستدامته. سعيد بتواصلي معكم لأني لا أريد أن أتحدث عن جوانب مرتبطة بشغلات تقليدية مثل ما أسلفت، مجرد فكرة بسيطة عن
بحثنا لقضايا الاستثمار والتمويل في الأحداث الرياضية من المنظور الجديد، هو التحدي القادم الذي نحرص عليه والذي سوف يقودنا إلى الاستدامة في الأحداث والبطولات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.